بيسأل يعني هل احنا شاركنا في هبوط الفني، حالة الهبوط الفني اللي احنا فيها دلوقتي؟ بس انا ما عندناش هبوط فني، يعني انا ضد ده، ما اعرفش حضرتك رايك ايه. لا انا 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 متفائل، ما فيش حاجه اسمها هبوط يعني. هو ساعات بيبقى فيه كده وبعدين تطلع تاني كده، يعني انا متفائل جدا بالسينما في السنتين ثلاثة اللي فاتوا. حتى الأفلام اللي نزلت السنة دي اللي هي كانت بتنجح من 5-6 سنين، في فيلم اسمه أنت وبس لحبيبي أو حاجة كده، بطولة برضو أكيد حمو بيكو ده ولا إيه اللي بيكا فندم بيكا حمو بيكو، يعني ده ما اشتغلش وما جابش مليه طبعا لا. لكن الممر، كازابلانكا، في الأزرق، ولاد رزق، حتى الكنز برضو يعني يعدي. الكسل عند الفنانين، عند زمايلنا هم المغنيين، ما بينتجوش يعني. ما في فين عمرو دياب ده بيعمل مرة في السنة الكسل اللي بيعمله ده، والحفلات بتاعت مارينا والمعرفش ايه والبتاع. وزي ما انا قلت قبل كده، انا يهمني جدا ان يبقى الفنان بتاعي هو القوى الناعمة اللي استطاع عبد الناصر استغلالها صح، ان احنا العالم العربي كله يبقى بيحب اللهجة المصرية.